يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مهمة جدا، عندنا فيها تفاصيل كتير بالتحديد عن النادي الأهلي وآخر استعداداته لمباراة الغد الهامة جدا أمام طلائع الجيش في إطار المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، هذه البطولة الهامة والغالية لكل جماهير النادي الأهلي. بالتالي هنقول لحضراتكم كل الاستعدادات وكل الكواليس التي تسبق هذه المباراة الهامة، بخلاف إن هيكون معانا في بعض الفقرات خلال البرنامج النهاردة وخلال الحلقة فقرات بتتعلق بالجانب المحلي والجانب العالمي، وكمان عندنا قضية مهمة جدا جدا وهي حديث الساعة، هنتكلم عنها بتفاصيل كتير جدا في الفقرة الأولى من الحلقة النهاردة. لكن كمان مهم قوي قوي تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة. سؤال الحلقة بيتعلق ب لو حابب توجه رسالة للاعبي الأهلي قبل المباريات الحاسمة في بطولة الدوري. حضراتكم عارفين إن احنا ناقصنا 4 ماتشات في بطولة الدوري، ماتشات كلها حاسمة ومهمة جدا وصعبة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. ابعتوا رسائلكم للجهاز الفني واللاعبين من خلال الصفحات الرسمية لقناة النادي على فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش، والفريق يبدأ مشوار النجمة 11 بإعلان القائمة الإفريقية. أما في الترند العالمي، مبابي يتمسك بالانتقال لريال مدريد. أخبار كلها مهمة جدا في الحقيقة، لكن خلينا أقول لكم أهم وأبرز المباريات النهاردة في مختلف الدوريات، بالتحديد نبتدي بالدوري المصري كالعادة، ومباريات كلها مهمة ومثيرة للغاية سواء في المنافسة على القمة أو المنافسة على البقاء في بطولة الدوري. أول مباراة النهاردة هتكون الساعة 7 ما بين أسوان والمقاولين. المباراة دي هتكون نارية جدا لأن الاثنين مفيش لسه محدش ضامن البقاء، كل واحد هيحاول إنه يكسب علشان يقعد في الدوري السنة الجاية. فالماتش ده هيبقى من الماتشات الحلوة قوي قوي قوي، الساعة 7 ما بين أسوان والمقاولين. في نفس التوقيت الجونة وبيراميدز، ده مش هيبقى ماتش حلو قوي لان مفيش اي يعني اهداف عند الفرقتين، خلاص كل واحد ضامن نفسه ضامن مكانه. بيراميدز في الكونفدراليه، الجونه موجود في الدوري السنه الجايه، فمفيش اي مشكله خالص. اما الساعه 9 مباراه اخرى واخيره النهارده في الدوري المصري ما بين المصري وسموحه، مباراه قويه. سموحه في كل الاحوال عايز ينهي الدوري حتى لو ما تاهلش الكونفدراليه بسبب المواعيد وكلام من ده اللي حضراتكم عارفينه، لكن عايز ينهي الدوري في المربع الذهبي. في المقابل المصري عايز يحافظ على المركز الثالث في جدول المسابقه. ده فيما يتعلق بالدوري المصري. اما بخصوص الدوري الاسباني فالنهارده في ماتشين، الماتش الاولاني الساعه 8 بالليل ما بين فياريال وغرناطه، والماتش الثاني الساعه 10 بالليل ما بين اليتشي واتلتيكو بلباو، فبالتالي هتبقى مباراه ايضا صعبه جدا. ده ضمن فعاليات الجولة الأولى من الدوري الأسباني. طبعا الدوريات الأوروبية احنا بنتابعها بشكل مكثف، بالتحديد الدوري الإنجليزي اللي الجولة الأولى خلاص خلصت فيه، وفي الحقيقة كانت جولة ممتعة جدا، وأكثر ما ميزها هو تواجد الجماهير بكثافة في المدرجات، وهي دي حلاوة ومتعة كرة القدم بكل تأكيد، انك تشوف الجمهور في المدرجات وتتمتع بالكرة اللي في الملعب، وده مش هتلاقيه غير في الدوري الإنجليزي في الحقيقة. في كل الاحوال دي اهم وابرز المباريات النهارده. هروح لفصل بقى سريع، بعد الفصل عندي قضيه مهمه قوي 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 هتكلم فيها، وبامور كمان موثقه لان ده مهم بالنسبه لنا. احنا متعودين من خلال برنامج الترند لما بنتكلم في حاجه ما بنقولش كلام وخلاص، احنا بنتكلم بحاجات بتكون موثقه عشان ما بيبقاش الكلام بيبقى مننا احنا، لا احنا بنجيب كل ما هو موثق، والراي في الاول وفي الاخر بيبقى للجمهور. استنونا بعد فصل. عندي قضية مهمة جدا جدا، فركز معايا كويس قوي في الكلام اللي أنا هقوله لك دلوقتي لأن الكلام ده مهم. المهندس ماجد سامي، وإحنا عارفين كويس جدا علاقته بنادي وادي دجلة، أثار جزئية غاية في الأهمية ولازم نقف عندها، عشان لو كلامه ده صح دي تبقى كارثة، لو كلامه صح تبقى كارثة سودة لازم يبقى فيها تحقيق. فاحنا هنعرض التويته بتاعت المهندس ماجد سامي
وده هيخليني ايه اتكلم وادخل لموضوع تاني خالص. ده بوست ليه على فيسبوك مش على تويتر، الراجل بيقول ايه؟ بيقول لك نادي مصري مفلس ماديا، يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي، للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق، كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعيا للاتحاد الاسبوع الماضي. خسر هذا الاسبوع مباراته ضد احد الفرق المصارعه على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي، علما بان الحارس الاساسي تواجد على دكه البدلاء، اي انه لم يكن موقوفا او مصابا. نفس هذا النادي سيلاقي في الاسبوعين القادمين ناديين اخرين من المنافسين على البقاء، وتستطيع بكل سهوله التكهن بنتيجه المباريات دي. تمام؟ ده مين؟ ده المهندس ماجد سامي. هو بيلمح لايه؟ بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح كده، واضح يعني، واضح طبقا لكلامه اللي احنا قريناه كده مع بعض، هو بيتكلم على التفويت. هو بيتكلم على التفويت. فانا بس هقول لكم على حاجه صغيره قوي، احنا هنا مش بنتهم حد ولا هنتهم حد ولا هنتكلم في موضوع التفويت، لكن هي قضيه مثاره دلوقتي الكلام فيها كتير جدا. واستغربت قوي لما شفت بعض البرامج، مش شفت، سمعت بعض البرامج الاذاعيه، تمام، اللي بتدافع دفاع مستميت جدا جدا عن وجهه نظر محدده، بتدافع عن وجهه نظر محدده، وده حقهم مفيش مشكله. لكن انا اللي اعرفه ان لما تكون قناه عامه لازم تعرض وتطرح القضيه للجمهور، والجمهور هو اللي يحكم، سواء بقى قناه او اذاعه. تمام، حلو الكلام، فيه حاجه غلط؟ ما فيهوش اي حاجه غلط خالص خالص. بالتالي احنا مش هنوجه اي اتهام لاي حد، بس احنا هنفكر الناس بحاجات، يعني ممكن نفكر الناس، لان ممكن البعض بينسى، وانا مش جايب لكم سبق يعني، دي حاجه معروفه، وهعرض لكم فيديو معروف للناس كلها، والسوشيال ميديا ما خلتش دلوقتي، كم الفيديوهات الموجوده على السوشيال ميديا كتير جدا. وهستعير فقره من برنامج ملك وكتابه للاساتذه الكبار جدا الاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي، وهي فقره بعظمه لسانه على ما اعتقد. يعني في فقره في برنامج ملك وكتابه كده انا هستعيرها بس النهارده كده في الترند، وهي فقره بعظمه لسانه. مش احنا يا جماعه اللي بنقول، مش احنا اللي بنتهم، لكن هو بعظمه لسانه اللي بيقول. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعلق. لو ممكن امشي فمشيت، رحت نزلت على غزل المحل، رجعت على غزل المحل، لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك، على الزمالك، وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق، ومش يعني قلبي ما يعني التوفيق ولا قلبي ما طوعنيش، جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش. فرص وانت ما حبيتش تهدف؟ جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها مركز مع بعضينا، لدرجه ان انا جالك فرص، جالي فرص وما قدرتش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. في يوم واحده قلت له شيل، يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم انت احط، بتقول لي كابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده، شيل الله يعني، الله ينور عليك. ده الشغل العادي. فلا انت عارف يعني ايه الزمالك، في موضوع كبير. فعدى الماتش، الزمالك كسب المباراه دي 2-1. الله ينور عليك، بعظمه لسان مين؟ كابتن اسامه نبيه، كان لاعب في غزل المحله وكان رايح الزمالك، رجع الزمالك بعديها، وهو بعظمه لسانه اللي بيقول كلام واضح جدا، قلبي ما طوعنيش، قلبي ما طوعنيش، وقلت لابراهيم حسن شيل، مش عايز احط جون يا اخي، انا مش عايز احط جون. طيب اذا المبدا موجود ولا مش موجود؟ انا مش بتهم حد برضه اهو عشان الكلام يبقى واضح، المبدا موجود ولا مش موجود؟ موجود. وبرضه عشان برضه كلامنا يبقى بوضوح اكتر، انا مش بقول ان في تفويت اهو يا عم، انا مش بقول لك في تفويت، بس الدوافع تختلف من مباراه للتانيه، ماشي؟ عشان لو كلمه تفويت دي بتضايق ناس، مع انها هي الكلمه اللي كانت محور حديث كتير جدا على مدار، او بالتحديد من شهرين فاتوا، مباراه الترجي والمولوديه، هم الناس اللي بيقولوا ما فيش حاجه اسمها كده،
كانوا بيقولوا ان الكلام ده موجود في المباراه بتاعه المولوديه والترجي، وكان حقهم وجهه نظرهم مفيش مشكله، ولازم كلنا يا جماعه نتقبل وجهات النظر، مفيش اي مشكله خالص. لكن الراجل بنفسه المدرب العام الحالي لنادي الزمالك بنفسه قال ايه؟ قال كلام واضح جدا، قلبي ما طوعنيش. حتى الزميل المذيع قال له الله ينور عليك، مش بقول ان هو يعني بيقول له برافو عليك، لا يعني اللي هو مش مصدق ان الضيف بتاعه بيقول كده. ايه قمه الصراحه والوضوح دي يا سلام؟ يعني حاجه غريبه جدا. فبالتالي ده هيخليني ارجع تاني لكلام المهندس ماجد سامي، ولو الكلام ده يا جماعه طلع صحيح تبقى مصيبه سودة. طب هنعرف ازاي انه صحيح ولا مش صحيح؟ لازم يكون في تحقيق من الاتحاد المصري لكره القدم، ولازم يكون الفتره اللي جايه المباريات المتبقيه لكل الفرق اللي موجوده في الدوري يكون عليها مراقبه شديده جدا، واتحاد الكوره كده يبقى مفنجل عليه، مفتح عينيه كده مفنجلها وشايف كل حاجه ومراقب كل حاجه، لان عيب جدا جدا لو في اي حاجه حصلت في الدوري هتضر بسمعه مصر وبسمعه الكره المصريه. حلو. وجهنا اتهام لحد؟ لا، بنقول ان في تفويت ما بنقولش، بس احنا بنستشهد، مش احنا اللي قلنا يا جماعه ده، انتوا اللي بتقولوا، مش احنا، مش الاهلي اللي بيقول، انتوا اللي بتقولوا اهو بطريقه موثقه يعني. تمام، بس ده فيما يتعلق بالقضيه المصارعه حاليا والدفاع المستميت من بعض الاذاعات او من اذاعه عامه عن وجهه نظر معينه. فدي كانت جزئيه مهمه حبيت جدا ان انا اتكلم فيها مع حضراتكم، لان الواضح ان في كلام كتير في القصه دي دون توجيه اي اتهام لاي احد. تمام، خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى شويه عن الاهلي واستعداداته لمباراه بكره ان شاء الله، مباراه صعبه جدا مع طلع الجيش، هنطمن على كل كبيره وصغيره بتخص الفريق قبل هذه المباراه الهامه. استنونا بعد الفاصل. طيب، بشكل رسمي النادي الاهلي اعلن عن القائمه الافريقيه الخاصه به في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد وبدايه مشوار الدفاع عن اللقب للموسم الثالث على التوالي. اللقب باذن الله تعالى يكون رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي، وهو لقب غالي جدا 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 علينا كلنا وبطوله مهمه بالنسبه لنا. فهقول لحضراتكم القائمه اللي اعلنها النادي الاهلي امبارح بالليل، لان امبارح كان اخر ميعاد لارسال القائمه الافريقيه للاتحاد الافريقي، وبعد كده بعد ما اقولها لكم هشرح لكم الامور بتبقى ماشيه ازاي. قائمه الاهلي الافريقيه الموسم الجديد: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، دول في حراسه المرمى. طبعا الاسماء كلها هتشوفوها على الشاشه دلوقتي. كمان في خط الدفاع: سعد سمير، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، بدر بنون، ايمن اشرف، احمد رمضان، بيكم، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد. في خط الوسط: كريم ندفد، حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج، اكرم توفيق، محمد محمود، محمد مجدي قفشه، ناصر ماهر، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان، جونيور اجاي، احمد نبيل كوكا، احمد سيد غريب، ده من قطاع الناشئين هو وكوكا طبعا، والتر بواليا. في خط الهجوم هو صلاح محسن، مروان محسن، ومحمد شريف. دي قائمه النادي الاهلي مكونه من كام لاعب بقى؟ من 33 لاعب. طيب، ليه الاهلي اعلن عن قائمه مكونه من 33 لاعب؟ دي لقطات للمران الاهلي اللي بيجرى في هذه اللحظات، وحضراتكم معانا كده لحظه بلحظه كل التفاصيل بنعرضها لحضراتكم، لكن انا عايز اشرح بس الجزئيه بتاعت القائمه الافريقيه لان في تساؤلات كتير جدا عليها. القائمه اصلا الاتحاد الافريقي سامح لك انك تعيد كام لعيب؟ 40 لعيب يكونوا في قائمتك، تمام؟ تحسبا لاي ظروف والكورونا وكلام من، ف 40 لعيب عدد وافر من اللاعبين. طيب، الاهلي اي 33 لاعب فقط لا غير. ليه؟ لان الحد الاقصى ليك انك تأيد في فتره الانتقالات المقبله اللي هي هتكون في يناير بقى تقدر تأيد كام لاعب؟ 7 بس. يعني مثلا الاهلي لو كان أيد 25 لعيب بس مش 33 كان برضه هيجي في يناير يأيد 7 بس، يعني كانت هتبقى قائمته 32 لعيب. فاهم قصدي؟ فبالتالي الاهلي أيد 33 وكده كده في 7 اماكن شاغره لاي اضافات جديده. انهي اضافات بقى؟ سواء الاضافات اللي ممكن تحصل
في الصيف الحالي بعد انتهاء بطولة الدوري وفتح القيد المحلي، باب القيد المحلي، تمام، دي هتحطها في القائمة الأفريقية في يناير، أو حتى الإضافات اللي ممكن تعملها في شهر يناير نفسه. ليك 7 أماكن تقدر تضيف فيهم عشان تبقى قائمتك كاملة 40 لاعب مقيدين في القائمة الأفريقية. طب السؤال الثاني كده، في حالة الأهلي أعلن عن صفقات جديدة بعد انتهاء الدوري، هل الصفقات الجديدة دي حق ليها إن هي تلعب السوبر اللي هيكون في شهر 9 قدام الرجاء؟ لا، ما يحقش ليها، لأن أنت خلاص كان آخر يوم امبارح تأيد لعيبتك، فالأهلي طبعًا أيد الناس الموجودة لأن الباب القيد المحلي مقفول، وأنت ما ينفعش تأيد أفريقي من غير ما تأيد محلي، تمام؟ فأنت هتلعب السوبر بال 33 دول، السوبر الأفريقي أمام الرجاء بإذن الله تعالى. وهتلعب دور ال 32 اللي هو هيكون في شهر 10 القادم، الأهلي هيواجه مين؟ يا إما بطل النيجر يا إما بطل بروندي. هتلعب برضه بال 33 لعيب. طيب الإضافات بقى هتلعب إمتى؟ بداية من شهر يناير تكون موجودة في قائمتك، لكن دور ال 16 اللي هو بعد دور ال 32 هيبقى في شهر فبراير، فبالتالي هيبقوا متاحين بالنسبة لك إنك تلعب بيهم بعد تسجيلهم محليا ثم أفريقيا. فده كان توضيح مهم جدا لازم نقوله للجمهور، لأن كان في تساؤلات كتير جدا بخصوص الجانب ده تحديدا. فبالتالي الأندية اللي مشاركة في البطولات الأفريقية من مصر خلاص هم أيدوا قوائمهم اللي موجودة أصلا عندهم، ما أضافوش أي صفقات جديدة لأن باب القيد المحلي مقفول، سواء الأهلي، الزمالك، المصري، بيراميدز. ده فيما يتعلق بالقائمة الأفريقية. تعالى بقى نخش في الدوري شوية ونتكلم عن الدوري، وأعرض لحضراتكم المباريات المتبقية بالمواعيد الجديدة، بالتحديد آخر مباريتين بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري، عشان نبقى عارفين كده إيه اللي جاي لنا خلال المرحلة القادمة. فالأهلي بداية من غد هيكون عنده يوم الثلاث بكرة طلائع الجيش، مباراة صعبة جدا على استاد الجيش بالسويس الساعة 9 بالليل، تمام. وبعد كده هتكون عندك يوم الجمعة 20/8 الأهلي مع المصري البورسعيدي في استاد اسكندرية الساعة 9 بالليل. وبعد كده هيبقى عندك يوم الثلاث بإذن الله تعالى 24/8 الأهلي والجونة في الجونة، أو الجونة والأهلي هناك في استاد خالد بشارة بالجونة، دي هتكون مباراة أيضا في تمام الساعة 9 مساء. شوف 3 سفريات ورا بعض، السويس في اسكندريه في الجول، بعد كده ترجع بقى على القاهره تختم مبارياتك باذن الله تعالى قدام اسوان يوم 27/8 على استاد الاهلي والسلام الساعه 9 بالليل. دي مباريات النادي الاهلي المتبقيه في بطوله الدوري العام. طيب نطمن بقى على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام طلائع الجيش، ونشوف كل التفاصيل وكواليس مران اليوم اللي ابتدى من دقائق قليلة. نروح سريعا لاستاد مختار التتش مع زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي والمتواجد هناك، علشان نطمن من خلاله على كل ما يتعلق باستعدادات الأهلي الأخيرة لمباراة الغد وكمان للمباريات المتبقية في بطولة الدوري. يا توفيق أهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا كده وطمن كل جماهير النادي الاهلي على اخر استعدادات الفريق لمباراه الغد يا توفيق. يعني في البدايه يمكن اللاعبين حضروا مبكرا جدا النهارده، كان التجمع الساعه 3 وكان في محاضره بالفيديو في تمام الرابعه، استمرت نصف ساعه انتهت في الرابعه والنصف. مستر مسامي طبعا اتكلم فيها عن مباراه الجيش واهم مفاتيح اللعب وطريقه لعب طلائع الجيش والشكل اللي هيقابل بيه النادي الاهلي غدا ان شاء الله في مباراه الجوله 31 امام الجيش باستاد الجيش بالسويس زي ما ذكرت امير في 9 مساء. يعني مباراه مهمه، مستر مسامي اتكلم عن كل الجوانب الخططيه او الفنيه لفريق طلائع الجيش خلال المحاضره. بعد كده اللاعبين بداوا ينزلوا الملعب في تمام 5:15، يمكن كان في محاضره مطوله جدا من الكابتن سالم حفيظ داخل الملعب مع اللاعبين، كانت محاضره بشكل كبير جدا يا امير، محاضره تحفيزيه، محاضره كان بيتكلم فيها كابتن سامح حفيظ عن تاريخ النادي الاهلي ومواقف النادي الاهلي وقد ايه النادي الاهلي في مواقف كانت اصعب من كده وقدر يحرز بطولات، ودي طبيعه النادي الاهلي وطبيعه كل اللاعبين اللي مروا على مدى العصور يعني المتقاربه والمتباعده على النادي الاهلي وفازوا ببطولات في ظروف اصعب من كده. كان التاكيد كمان من مستر موسيماني في نهايه المحاضره اللي كانت في الملعب على ان احنا لينا هدف واحد، ما بنبصش على اي حد، احنا امامنا 4 مباريات ان شاء الله نفوز ونحرز بيهم الاربع مباريات يكون احراز الفوز متاح فيهم، وبعد كده يعني زي ما بنقول ان عدم التوفيق او اللي تخلى عننا او التوفيق اللي تخلى عننا في مباريات كتير
يعني باذن الله يكون معانا في المباريات القادمه. وفي حاله تحقيقك الاربع مباريات تحقيق الفوز فيهم ده يكون بشكل كبير جدا ان شاء الله ربنا يكون رايد لنا ببطوله الدوري في حاله تعثر المنافسين. لكن كابتن صلاح حفيظ كان بياكد على كلمه واحده يا امير، ان احنا بنبص قدامنا، النادي الاهلي بيبص لنتائجه فقط، مالناش دعوه باي نتائج فرق اخرى، احنا مركزين في هدفنا واحراز ال 12 نقطه المتبقيه في عمر الدوري في الاربع مباريات القادمه. يمكن التمرين ابتدى في تمام الخامسه الا الربع، كان طبعا ابتدى ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه طبعا نظرا للضغط والحمل العالي اللي اللاعبين محملين به خلال موسم طويل جدا من اللعب والاجهاد. وبعد كده كابتن صلاح حفيظ تم اغلاق المران بالكامل سواء امام وسائل الاعلام الموقع الرسمي للنادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او حتى كمان الاعضاء المتابعين للمران هنا داخل فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. اجواء اكثر مراعاه امير في التدريب ان شاء الله، ان شاء الله يعني تبشر ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز في الاربع مباريات القادمه. والنادي الاهلي زي ما تعودنا دايما امير كنا في ظروف اصعب من كده، والحمد لله ربنا كلل مجهود اللاعبين والفريق بالنجاح واحرزنا الالقاب في النهايه. كمان يمكن اكثر من لاعب وكان التركيز قبل المران وكلام مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي في المباراه الاخيره لما اتكلم وقال ان انا بفضل ان انا اكون فريق مجهد مع الفوز بالالقاب احسن ما اكون فريق مرتاح مش مجهد ومعيش القاب. يمكن التمرين النهارده كامل العدد باستثناء محمد شريف طبعا الغائب للاصابه، اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله عشان اطمن عليه، قال ان شاء الله بعد مباراه طلائع الجيش هيتعمل اشعه اخرى لشريف ان شاء الله في حاله الاطمئنان عليه، والاشعه تكون نتيجتها مبينه ان الشد الحمد لله بقى احسن، هيبدا من يوم الاربعاء ان شاء الله يخش وياخد تدريبات خفيفه مع الفريق. لو لا قدر الله لسه الاشعه مش مبينه التئام الاصابه هيبقى في يعني فتره ثاني من التاهيل فيها. جميع اللاعبين موجودين، حسين الشحاب بطمنك عليه بس عن النقطه دي بعد اذنك يا توفيق، معلش نقطه محمد شريف، لان البعض قال ان الموسم بالنسبه له او خلاص الدوري بالنسبه له انتهى، هل الفرص ما زالت قائمه لمحمد شريف بخصوص اللحاق حتى باخر مباريتين في بطوله الدوري، ولا الموضوع لسه صعب جدا على محمد شريف لان احنا عارفين ان العضله الخلفيه بتبقى اصابه يعني رخمه شويه بلغه الكوره يعني. من خلال حديث يا امير بمنتهى الامانه الحديث بنقله نقلا زي ما حصل بالظبط مع دكتور احمد ابو عبله، هو دكتور متفائل جدا بالمناسبه كويس. بس الراجل مش عاوز يقول كلام قاطع برضه علشان ما يبقاش فيه تعلق من الجماهير، لكن هو قال ان البرنامج سير بشكل اكثر مراعاه. خلي بالك كمان يا امير ان الجهاز الفني بمجرد ما اللاعب اشتكى خرج فورا من ارض الملعب في مباراه الاسماعيلي، يعني ما تمش الصبر عليه، لا خرج فورا عشان الاصابه زي ما انت قلت اصابه رخمه جدا. فلا بالعكس الدكتور احمد ابو عبله متفائل جدا، قال لي بس هنعمل اشعه ثانيه ان شاء الله بعد مباراه الجيش ان شاء الله نطمن من خلال اشعه، هيكون موجود في التمرينات هياخد بعض التمرينات الخفيفه، يعني ان شاء الله يعني على اكثر تقدير هيكون حتى شريف موجود ان شاء الله اخر مباراتين او اخر مباراه يا امير. لكن بشكل عام دكتور احمد ابو عبله طمنا عليه، يتبقى بس الاشعه علشان يبقى الموضوع قاطع بشكل كبير. بدري بانون كمان حابب اطمنك عليه، بدري بانون بيشارك بشكل طبيعي جدا من بدايه المران مع اللاعبين، محمود متولي موجود في المران، كابتن وليد سليمان احد الاعمده الرئيسيه وعناصر الخبره في الفريق موجود من بدايه المران، حسين الشحات الحمد لله زي ما بقول لك كام يعني العدد كامل في التمرين باستثناء محمد شريف، ويمكن كمان كان في غياب لمصطفى شوبير وسعد سمير، طبعا الحمد لله ما بيشتكوش من اي حاجه بس ده كان باذن من الجهاز الفني لارتباطهم بعض الامور الشخصيه، لكن باستثناء كده الحمد لله الفريق كامل العدد. لا ينقصنا ان شاء الله الا توفيق ربنا ان شاء الله نحقق 12 نقطه بغض النظر عن نتائج المنافسين. وزي ما بقول يا امير يعني زي ما بنقول كده بلغه الكوره، زي ما الكوره اخذت منك في مباراه كنت انت الاقرب فيها بالفوز، يعني قادر ربنا وزي ما شفنا في الكوره كتير جدا ان يرجع لك تاني التوفيق عن طريق نتائج الفرق الاخرى ان شاء الله، ونحقق بطوله غاليه جدا على جماهير النادي الاهلي، ويبقى عهدنا دايما بالنادي الاهلي الفوز بالبطولات ان شاء الله باذن الله. طب هسالك سؤال مهم قوي يا توفيق، وهو بخصوص سفر الفريق للسويس، وبعد ما هيخلص ماتشه باذن الله على خير مع طلائع الجيش هيبقى عنده ماتش تاني في اسكندريه يوم الجمعه مع المصري، هل في اتجاه عند الجهاز الفني ان هو يسافر من السويس لاسكندريه، ولا هيرجعوا على القاهره الاول وبعد كده يروح على اسكندريه، ولا لسه لم يتحدد القرار بعد يعني؟ لم يتحدد القرار بعد يا امير، لكن اعتقد كمان هيبقى فيه صعوبه انك تسافر من السويس دايركت على طول على اسكندريه، خاصه ان القاهره في النص، فهيبقى الاقرب زي ما اتعودنا في المباريات الماضيه. يمكن النادي الاهلي مر بالموقف ده يا امير اكتر من مره في الموسم دوت، وده الناس يعني الناس بتتجاهله او مش عاوزه تذكره، لا النادي الاهلي مر بالموقف ده اكثر من مره هذا الموسم، وزي ما بنشوف الاجهاد والتعب باين على اللاعبين طبعا جدا. يمكن مستر موسيماني زي ما انت شفت بيلجا كتير جدا ان بعد الماتش الاخير مستر موسيماني ادى يوم راحه مع ان مفيش وقت، بس اللعيبه فعلا حمل بدني قوي عليهم جدا مع
السفر كمان انت داخل على مرحله مهمه زي ما تقول ثلاث مباريات بثلاث سفريات وسفريات طويله. انت بتتكلم السويس وبعد كده اسكندريه وبعد كده الجونه. فاعتقد ده مش موجود في اي دوري في العالم. لكن ان شاء الله يعني زي ما بنقول توفيق ربنا اهم من كل حاجه، وان شاء الله يكون معانا وان شاء الله يكون النادي الاهلي متوج ببطوله الدوري هذا العام باذن الله. ان شاء الله توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق رئيس القناه الاهلي، واللي قال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق باخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه الغد امام طلائع الجيش. ان شاء الله نتمنى للفريق كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه، استنونا. طيب نبتدي بترند الاهلي ونشوف ايه اهم الاخبار اللي كتبت على الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بحساب مبتدا على تويتر، واللي بيقول ان الاهلي يعلن جاهزيه الحاوي لمباراه طلائع الجيش. خلاص زي ما اطمننا من شويه من محمد توفيق كده في التتش، قال لنا ان خلاص وليد سلمان بيشارك والراجل يعني خلاص يعتبر جاهز للمشاركه في المباراه على حسب الرؤيه الفنيه طبعا للمدير الفني موسيماني. نروح كمان لحساب مبتدا، هو نفس الحساب لكن المره دي بيتكلموا على محمد الشناوي، واللي بيقول للاهلي ان هو بيرفض عروض الاحتراف. الكلام كتير قوي على الشناوي بصوره مبالغ فيها، رغم ان مفيش اي حاجه رسمي، خلي بالك من كلمه مفيش اي حاجه رسمي وصلت للنادي الاهلي بخصوص عرض محمد الشناوي، كلها كلام واي حاجات بتتقال لكن مفيش حاجه رسميه. طبعا لازم هيبقى فيه اهتمام بالشناوي بالنسبه لانديه كبيره وكتيره لانه حارس كبير، لكن لغايه دلوقتي مفيش حاجه رسميه ومش ده توقيته خالص يا جماعه خالص يعني الحديث عن اي عروض يعني. خلينا كمان نروح سريعا لخبر اخر وبيتعلق باجاييه، ان هو بيقول للاهلي انا مش عايز اروح الترجي. ده من اليوم السابع حسابه على فيسبوك، اصلا مفيش برضو اي حاجه في هذا الاتجاه حتى الان، لان اجاييه موجود في قائمه الاهلي الافريقيه، اجاييه مكمل مع النادي الاهلي لاخر الموسم على اقل تقدير علشان طبعا لسه عندنا بطوله الدوري. فالكلام في مثل هذه الامور مش وقته خالص. نروح لفاصل سريع بعديه نختم ونتكلم في اخر فقرات حلقه النهارده من الترند. يلا بينا ناخد مشاركات حضراتكم وتفاعلكم معانا من خلال سؤال الحلقه النهارده، او كمان عايزين نشوف رسائلكم بخصوص الاهلي ولاعيبته، حابين تقولوا لهم ايه قبل المرحله الاخيره في بطوله الدوري والامطار الاخيره، اربع مباريات متبقيه. نبتدي بشاكر محمد، واللي قال رسالته للعيبه ان العب بروح وبحماس، فكر في ماتشاتك فقط، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، ربنا معاكم واحنا وراكم مهما حصل، انكم مصدر السعاده لدينا في كل وقت، معاكم يا ابطال، بالتوفيق للاهلي، عشق لا ينتهي. طيب نروح كمان لمحمد عبد الراضي، واللي قال على لعيب الاهلي اللعب لاخر لحظه في الدوري كما هو معروف عنهم وعليهم، التركيز ثم التركيز حتى نهايه الدوري، مرحله الحسم لا تحتمل اي تقصير، وبعون الله الدوري اهلاوي باذن الله تعالى. خلينا كمان نروح لمحمد اشرف سرور، واللي قال اهم حاجه في الماتشات اللي جايه يكونوا على قدر المسؤوليه، اعملوا اللي عليكم يا رجاله وربنا مش هيضيع تعبكم وان شاء الله الدوري اهلاوي. طيب نروح كمان لمين، تعالوا ناخد احمد هيثم، واللي قال اعملوا اللي عليكم واكسبوا الماتشات المتبقيه وان شاء الله الدوري في الجزيره. ناخد اخر تعليق معانا، محمود زهران قال لعب برجوله موت على الكوره، واللي ربنا كاتبه هنشوفه، اكيد انتم رجاله واثبتوا كده وفرحتونا كتير واحنا في ظهركم مهما حصل. احسن رساله من وجهه نظري في الحقيقه، لان ايا كانت نتيجه الدوري ايه او مين اللي هيفوز باللقب فهي دي الكوره يا جماعه، وكوره مكسب وخساره، ومفيش فريق هيفضل ياخد كل البطولات ورا بعض. طبعا بنتمنى ان الاهلي يكسب طبعا ويفضل ياخد بطولات بشكل متتالي، لكن في نفس الوقت انت مش تلعب لوحدك، اكيد في انديه كبيره جدا ومحترمه زي نادي الزمالك وانديه ثانيه كمان موجوده وبتنافس. ففي كل الاحوال حتى لو لا قدر الله الاهلي خسر الدوري، فالاهلي والفرقه دي والجهاز الفني ده جايبين بطولات قد كده بشكل مميز جدا يعني، وفرحونا كتير جدا. لكن في كل الاحوال هنحارب لاخر لحظه ان شاء الله باذن الله، نحاول او الاهلي يحاول ان هو يجيب بطوله الدوري. دي كانت تفاعلات حضراتكم ورسائلكم للاعبي الفريق وللجهاز الفني، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. سلام.